نشر موقع متخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى 10 جيوش في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، ويعتمد التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي. وفي هذا الفيديو سنعرض عليكم تصنيفا لأخطر 10 جيوش في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2023، ولكن قبل البداية كل ما نطلبه منك عزيزي المشاهد هو الضغط على زر الإعجاب لتحفيزنا على الاستمرار، وشكرا جزيلا لكم جميعا. في المركز العاشر الجيش السوري، الأفراد النشطون 142,500 فرد، ميزانية 2023 تبلغ 2 مليار دولار. لقد تسببت أكثر من 6 سنوات من القتال في إصابة الآلة العسكرية السورية بأضرار بالغة، لكنها أصبحت أكثر صلابة في القتال. ويقول المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الجيش يضم حاليا حوالي 105,000 عضوا في الخدمة، ولكنه يعاني نقص من الأفراد مما يؤدي إلى زيادة الجهود في التجنيد الإجباري، وهو ما يبذل كثيرون قصارى جهدهم لتجنبه. في المركز التاسع الجيش الملكي المغربي، أفراد النشطون 195,000 فرد، ميزانية 2023 9 مليارات دولار. يمتلك الجيش المغربي تاسع أكبر قوة مسلحة في المنطقة، إذ يبلغ تعدادها 175,000 جندي و13,000 في القوات الجوية و7,800 في البحرية. ومع ذلك اكتسبت قوة البلاد خبرة مفيدة نتيجة لمنطقة الصحراء الغربية المتنزع عليها إلى الجنوب، بالإضافة إلى خبرات محدودة في مناطق أبعد بما في ذلك كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ومن المتوقع زيادة الاستثمار في قواتها العسكرية في السنوات المقبلة بمساعدة الدعم من المملكة العربية السعودية. في المركز الثامن الجيش الإماراتي، الأفراد النشطون 63,000 فرد، ميزانية 2023 بلغت 25 مليار دولار. تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بفارق كبير على معظم جيرانها في مجلس التعاون الخارجي بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر. واعتقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن قوات البلاد هي الأفضل تدريبا والأكثر قدرة بين دول مجلس التعاون الخليجي. لقد اكتسبوا خبرة قيمة في الخطوط الأمامية في أفغانستان وليبيا واليمن في السنوات الأخيرة، وقد أثارت قوة خاصة في البلاد إعجاب العديد من المراقبين بهجومها البرمائي لاستياء على مدينة عدن الساحلية اليمنية في يوليو 2015. كما تمتلك الإمارات ثاني أكبر ميزانية للجيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع ذلك لا تزال القوة المسلحة الإماراتية صغيرة نسبيا مع 63,000 فرد في الخدمة النشطة. في المركز السابع الجيش العراقي، الأفراد النشطون 64,000 فرد، ميزانية 2023 بلغت 19.3 مليار دولار. يمتلك العراق خامس أعلى ميزانية معروفة بين دول المنطقة، على الرغم من أن هذا لا يزال بعيدا عن مستويات الإنفاق في المملكة العربية السعودية. وحققت القوة المسلحة في البلاد مكاسب كبيرة في السنوات الأخيرة في المعارك ضد مقاتلي داعش، حيث استعادت مدينة الموصل في أكتوبر 2017 وطردتهم من مناطق أخرى من البلاد منذ ذلك الحين. ولا تزال هناك تساؤلات حول الشكل الطويل المدى للقوة المسلحة العراقية في مرحلة ما بعد الصراع. في المركز السادس الجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأفراد النشطون 176,500 فرد، ميزانية 2017 18.5 مليار دولار. مع وجود العديد من الجيران المعاديين، شعر الجيش الاحتلال دائما بالحاجة إلى ضمان تفوق قواته المسلحة بشكل واضح على أي شيء قد يتعين عليهم مواجهته في المعركة. إن قوة الدفاع الإسرائيلية هي الأفضل تجهيزا والأفضل تدريبا والأكثر قدرة في المنطقة وفقا لمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لأسباب ليست أقلهم الدعم الهائل المستمر من الولايات المتحدة. ومع ذلك تم اختراقها من قبل المقاومة الفلسطينية المجهزة بأبسط الأسلحة. في المركز الخامس الجيش الجزائري، الأفراد النشطون 250,000 فرد، ميزانية 2023 بلغت 22 مليار دولار. مع وجود أفضل القوات تجهيزا في شمال إفريقيا معظمها مصدره روسيا وبدرجة أقل الصين، حصل الجيش الجزائري على المركز الخامس كأقوى جيش في المنطقة. ولقد اضطرت البلاد إلى محاربة الإرهابيين المحليين لسنوات عديدة،
وتواجه مناطق حدودية مزعجة مع جيرانها بما في ذلك ليبيا ومالي، ناهيك عن لعب دور في دعم الحركة الاستقلال للصحراء الغربية. في المركز الرابع المملكة العربية السعودية، الأفراد النشيطون 227 ألف فرد، ميزانية 2023 بلغت 46 مليار دولار. العملاق الإقليمي على الأقل من حيث ميزانيته العسكرية التي تتفوق بسهولة على أي منافس آخر، مما تضع المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بشكل عميل في المنطقة. إن المبلغ الضخم الذي تنفقه الرياض كل عام يعني أن البلاد تمتلك أفضل قوة مسلحة تجهيزا في المنطقة باستثناء جيش الاحتلال الصهيوني. في المركز الثالث تأتي إيران، الأفراد النشطون 523 ألف فرد، ميزانية 2023 بلغت 16 مليار دولار. لدى إيران عدد أكبر من الرجال المسلحين أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، ومع 350 ألف جندي في الجيش و18 ألف في البحرية و30 ألف يخدمون في القوات الجوية و125 ألف آخرين في الحرس الثوري الإسلامي. لقد أدت سنوات من العقوبات الدولية إلى عدم قدرتها على الحصول على العديد من أنظمة الأسلحة من الخارج، مما أجبرها على الارتجال وتطوير صناعة دفاعية كبيرة محلية الصنع. كما ينظر إلى قوتها المسلحة على أنها قوية بشكل خاص في الحرب الغير متكافئة، ولعبت القوات الإيرانية وخاصة وحدة النخبة التابعة للحرس الثوري الإيراني دورا رئيسيا في القتال في كل من سوريا والعراق، كما قدمت طهران الدعم للمتمردين الحوثيين في اليمن. في المركز الثاني تأتي مصر، الأفراد النشطون 438500 فرد، ميزانية 2023 بلغت 4.3 مليار دولار. يتمتع الجيش المصري بموقع قوي على الساحة السياسية الداخلية. تعمل قوة الدفاع حاليا على تنفيذ برنامج لإعادة رسملة المعدات، حيث يتم شراء طائرات مقاتلة جديدة وطائرات هليكوبتر هجومية وصواريخ أرض جو. ومع ذلك تكافح البلاد للتعامل مع التحدي الذي تمثله الجماعات الإرهابية المتمردة شمال شبه جزيرة سيناء. خلال السنوات القليلة الماضية ينظر إلى مصر على أنها تمتلك الثاني أقوى قوة مسلحة في المنطقة والعاشرة في العالم، متقدمة على أمثال إيطاليا وباكستان. أخيرا في المركز الأول تأتي تركيا، الأفراد النشطون 355800 فرد، ميزانية 2023 بلغت 24 مليار دولار. تعتبر القوة المسلحة التركية التي ينظر إليها على أنها الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامة. سنوات قليلة مضطربة مع طرد العديد من الضباط من الخدمة بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، ومع ذلك ومنذ ذلك الحين أصبحت البلاد أقوى من أي وقت مضى، كما أنها مخرطة بشكل أكبر في الحرب في سوريا المجاورة والتي بلغت ذروتها في حملة عفريت التي انطلقت في كانون الثاني 2018. وتتمتع البلاد أيضا بعلاقة عسكرية خارجية مهمة مع قطر والصومال، وتتمركز قوتها في كلا البلدين، ولا ينظر إليها على أنها أقوى قوة عسكرية في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، بل إنها تحتل المرتبة الثامنة عالميا، متقدمة مباشرة على ألمانيا ومرتبة واحدة تحت اليابان.